بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 150 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذه رسالة وصلت من السائل سين صاد عين من الرياض، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بسؤاله الأول ويقول: ما حكم الصلاة في قميص النوم في المنزل إذا كانت الصلاة نافلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شرط صحة الصلاة أو من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. فإذا ستر ما بين السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة، ولكن من المستحسن والأفضل التجمل في الصلاة، لأن يلبس الملابس الجميلة التي تستر بدنه، لأن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة تشمل ستر العورة وتشمل ما زاد عن ذلك من التجمل، لا سيما وأن الإمام أحمد رحمه الله يشترط ستر أحد الكتفين مع ستر العورة، في حديث: لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هو حديث صحيح. على كل حال، الواجب والذي لا بد منه ستر ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل في الصلاة، سواء فريضة أو نافلة، وكونه يتجمل بالملابس الكاملة أحسن. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وأموات المسلمين ولم يستطع الحج، هل يجوز لي أن أحج عنه؟ ومتى يكون ذلك؟ وهل علي أن أحج أولا عن نفسي ثم عن مأجورين؟ نعم، يجب عليك أن تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن والدك، وهذا من البر به، هذا من البر به. وإذا كان توفرت عنده شروط الحج ثم مات ولم يحج، فإن الحج يكون باقيا في ذمة دين، في ذمته، يحجج عنه من تركته. فإن لم يكن له تركة أو أنت تبرعت من عندك حججت له، فهذا من البر، وهذا ينفعه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. عودة إلى السؤال الأخ الذي سأل عن الصلاة في قميص النوم، جرت عادة بعض الناس فضيلة الشيخ الحضور إلى المساجد بهذه الثياب، ثياب النوم، ما رأيكم فيها وهل لكم توجيه؟ كما ذكرنا، الأفضل والأكمل تزين بالملابس الكاملة، لا سيما وأنه سيحضر مع المسلمين في المسجد. نعم. جزاكم الله خير شيخ. يقول هذا السائل من المغرب: هل يجوز الحديث والتكلم أثناء الوضوء، وهل هذا مكروه؟ نعم، يجوز الحديث تكلم أثناء الوضوء، لا مانع من ذلك، وليس مكروها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا السائل من الجزائر. صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت في الأحاديث الواردة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام، ثم يقبض كفه اليمنى كفه اليسرى بكفه اليمنى ويجعلهما على صدره، ثم يستفتح: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيره. وإن شاء استفتح بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات: إلى اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من
الحق إذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإن شاء قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يستعيذ بالله من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من الرباعية ومن المغرب ومن صلاة الفجر. ثم يرفع يديه مكبرا ويركع ويمد ظهره يضع يديه على ركبتيه ملقنا كل يد ركبة مفرجا لأصابعه أصابع يديه. ثم يمد ظهره مستويا ويجعل ظهره حيالة لا يخفضه ولا يرفعه. ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذا اعتدل من قائما إلى السماء ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يكبر ساجدا يخر ساجدا ويكبر ثم يضع جبهته وأنفه على المصلى وعلى أطراف وعلى يديه وعلى أطراف وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس بين السجدتين فيقول رب اغفر لي ويكون مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى يخرجها من تحته ثم يسجد السجدة الثانية الأولى ثم يكمل صلاته على هذه الصفة في جميع ما يفعل. في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو من المغرب الركعة الأخيرة من المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة ثم يجلس للتشهد الأخير وقبل ذلك التشهد الأول كما ذكرنا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. التشهد الأخير يأتي بذلك أيضا ويضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بما تيسر من الأدعية يختار من الدعاء أعجبه إليه كما في الحديث ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصفة باختصار وهي مبسوطة في كتب الحديث كتب السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم شيخ. أخونا السائل عين ميم من الرياض يقول أرجو عدم إهمال سؤالي ونقول الأخ عين ميم ميم بأننا لا نهمل أي رسالة في هذا البرنامج وفي البرامج التالية. يقول سماحة فضيلة الشيخ هناك من يقول بأن الزواج قسمة ونصيب ومقدر على الإنسان وأن فلانة هي الزوجة التي سيتزوج بها وأن الإنسان في هذه الحياة إنما يختار نصيبه فكيف تكون الزوجة مقدرة على الإنسان بعلم الله ثم يأمرنا الله عز وجل بحسن الاختيار أو اختيار المرأة الصالحة بقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ويقول أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكذلك في الحديث تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ونسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. أفيدونا في ضوء سؤالي. نعم الله جل وعلا قدر المقادير وقضى بالقضاء الذي لا بد أن يقع وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ولكنه مع ذلك أمرنا باتخاذ الأسباب النافعة من طلب العلم
الرزق واختيار الزوجة الصالحة وتربية الأولاد وغير ذلك من الأسباب النافعة، ولا نتكل على القضاء والقدر لأنه أمر غيبي وهو من علم الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن مأمورون بفعل الأسباب واختيار الزوجة الصالحة المتصفة بالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل الأسباب، ولا تنافي بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. السائلة أم عبد الرحمن من وادي الدواثل لها مجموعة من الأسئلة، تقول: فضيلة الشيخ صالح، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النفل في وقت النهي من يوم الجمعة كما سمعت في ذلك؟ لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي النفل في وقت النهي كان القصد بعد العصر، هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، إلا ما ورد أنه لما أتته راتبة الظهر قضاها بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، أو إن كان السائل يريد النهي الذي عند الزوال. نعم. الزوال يوم الجمعة ليس فيه نهي وقت الزوال، هذا خاص بالأيام غير يوم الجمعة، ما يوم الجمعة فليس فيه وقت نهي عند الزوال. نعم. تقول: ما هي ذوات الأسباب؟ ذوات الأسباب هي الصلوات المرتبة على أسباب، على أسباب إذا حصلت الأسباب تشرع الصلاة، مثل دخول المسجد، من أراد الجلوس في المسجد فإن هذا سبب للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فجعل السبب هو دخول المجلس لإرادة الجلوس فيه. وكذلك في صلاة الكسوف، هذه ذات سبب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك، يعني الشمس والقمر، رأيتم منهما كسوف والخسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فسبب الصلاة هو الكسوف، إذا حصل فإنها تشرع الصلاة كذلك. وكذلك كذلك سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يستحب أن يصلي ركعتين لأنها ذات سبب وهو الوضوء. فذوات الأسباب هي الصلوات المرتبة على أسباب، إذا حصلت هذه الأسباب شرعت الصلاة، وإذا لم تحصل لا تشرع الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك الطواف، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، سببها الطواف، إذا طاف الإنسان بالبيت سبعة أشواط إنه يستحب له أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد الحرام. نعم. حفظكم الله. إنما المستحب الشيخ أن يصلي خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، هذا هو المستحب. نعم. لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى عند مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول تقول السائلة عبد الرحمن من وادي الدواثل أيضا يا شيخ صالح، هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام النوافل في شهر شعبان؟ لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن صوم التطوع في شهر شعبان، بل كان يصوم أغلب، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال لها: هل ورد صيام شهر محرم كاملا؟ نعم. لأن شهر محرم من الأشهر الحرم، يستحب صيامه كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يستحب صيامه كاملا، ويتأكد صيام يوم عاشوراء منه وصوم يوم قبله أو يوم بعده. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. يقول تقول السائلة أم عبد الرحمن من وادي الدواثر: والدي يحب أن يشعل الحطب في نهار رمضان، هل إذا أحس بطعم ورائحة النار في حلقه هل يؤثر ذلك على صيامه؟ لا يؤثر، إذا لم يقصد شم الدخان وإدخاله إلى جوفه فإنه لا يضر إذا طار إلى حلقه غير اختياري، وله أن يشب النار ويستدفي بها ويطبخ عليها عند الحاجة، له أن يوقد النار ولو كان صائما، وإذا حصل دخان من غير قصد في حلقه أو في أنفه هذا لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: إذا تذوقت المرأة الطعام في نهار رمضان للتأكد من طعمه ودخل في جوفها البعض منه دون أن تتعمد ذلك، هل هذا يؤثر في صيامها؟ لا يؤثر في صيامها، لها أن تذوق الطعام لتعرف صلاحيته وتمج ما يكون في فمها، لكن لو ذهب شيء بدون اختيارها أو نسيت وابتلعته فلا شيء عليه. جزاكم الله خير. رسالة من المغرب: فضيلة الشيخ، وصلت من
السائل أحمد إبراهيم يسأل عن مجموعة من الأحاديث. الحديث الأول يقول: نصحة هذا الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. حديث مكروه، لا لم يصح في زيارته صلى الله عليه وسلم على الخصوص في زيارة قبره، لم يصح في زيارة قبره على الخصوص حديث، بل كلها أحاديث إما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، أو أنها موضوعة كما نبه على ذلك كبار الحفاظ من المحدثين. نعم. أيضا الحديث الآخر يقول: ما صحة هذا الحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذه كل القاعدة التي ذكرها العلماء، أن كل حديث في الأمر بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو الحث عليها، كل حديث في هذا الموضوع فهو لا يحتج به، لأنه إما ضعيف شديد الضعف، وإما أنه موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نبه على ذلك الأئمة الكبار من الحفاظ كشيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي والحافظ بن حجر وغيرهم من الحفاظ. نعم. شيخ صالح، ما موقف المسلم الحقيقة من هذه الأحاديث الضعيفة الذي تتداول، ولماذا يتداول الناس مثل هذه الأحاديث يا شيخ؟ الأحاديث ليست ضعيفة، الأحاديث الضعيفة ليست على حد سواء، منها ما له شواهد تقويه وتؤيده، هذا يعمل به نظرا للشواهد. نعم. وقد يترقى من الضعف إلى أن يكون حسنا لغيره، يعمل به. وأما الأحاديث التي ليس لها شواهد، الأحاديث الضعيفة التي ليس لها شواهد، فهذه لا يعمل بها ولا يعتمد عليها، إلا ما ذكر العلماء من أنها يمكن الاستئناس بها في فضائل الأعمال، لكن لا يبنى عليها أحكام شرعية، لا يبنى عليها تحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا سنية، ما دامت أنها ضعيف. نعم. لها شواهد مثل إيش فضيلة الشيخ؟ نعم، يعني لها شواهد قلتم إذا جاء بمعناها أحاديث، إذا جاء بمعناها أحاديث كثيرة. نعم الشيخ. وهي إما صحيحة وإما حسنة، فإنها تؤيدها ويعمل بها. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ نعم، تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وهذا مستغنى من النهي عن الصلاة عند القبور إلا صلاة الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر الذي دفن قبل أن يصلي عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وصلى عليه في القبر. نعم. يقول: حدثونا عن وضع الجنازة أمام المصلي فضيلة الشيخ، متى تكون عن اليمين ومتى تكون عن اليسار؟ يكون رأسها عن يمين الإمام. نعم. الرأس الجنازة عن يمين الإمام، ويقف عند رأس الرجل. نعم. حذاء رأس الرجل، يقف الإمام حذاء رأس الرجل وحذاء وسط المرأة، هذا الذي وردت من السنة. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل البرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ابني عمره 4 سنوات، وعند تفصيل الثياب أقوم بطلب مني من الخياط أن يزيد في الطول قليلا تحت الكعبين، لأن طول ابني يزداد باستمرار، هل أنا آثم في ذلك؟ نعم، لا يجوز أن يجعل ثوب الذكر سواء كبيرا أو صغيرا نازلا عن الكعبين، لا يجوز هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: هل ابن خال والدي وأبناؤه ممن تجب صلتهم شيخ؟ نعم، ابن خال والد وأبناؤه هم من الأقارب ومن الأرحام، الأرحام الذين تجب صلتهم هم من يربط الإنسان بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، من جهة الأب كالأعمام والعمات وأبناؤهم والأجداد والجدات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبلها، وكذلك بنوهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الرياض: فضيلة الشيخ، إذا بعت سيارة على شخص ما، هل يلزمني أن أوضح للمشتري العيوب وإن كانت صغيرة ويمكن رؤيتها بوضوح؟ نعم، العيوب التي تعلمها في السلعة سيارة كانت أو غيرها لا بد أن تبينها، قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فلا بد من البيان. العيوب التي تعرفها في السلعة لا بد أن تبينها للمشتري ولا تكتمها. نعم. أحسن الله إليكم. السماحة
فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، كثر في زماننا هذا البيوع، سواء كانت البيوع بالتقسيط أو البيوع بالآجل، ما الضابط الشرعي في هذه البيوع؟ الأصل في البيوع الحل. طيب، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، جميع المعاملات الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على منعه. ويجوز البيع بالحال بالثمن الحال، ويجوز البيع بالثمن الآجل، كلاهما سواء، لأنه داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، وداخل في الأصل أن الأصل في المعاملات الحل لما نهى عنه الشارع. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذا يشمل البيع بالأجل، قد يكون الدين ثمن مبيع، وقد يكون قرضا، قد يكون سلما، فيشمل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، واستسلف على إبل الصدقة، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ، إذا حج الإنسان وخشي أن يكون قد وقع في محظور أو ترك واجبا من واجبات الحج، كأن يخرج من حدود عرفة قليلا أثناء وجوده في سيارة الحمل الأتوبيس من غير إرادته، هل يجوز له مقدما أن يذبح فدية احتياطا؟ شيخ، لا تجب الفدية إلا إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو فعل محظورا من محظورات الإحرام. أما مجرد الشك ومجرد الظن هذا لا يجب عليه الفدية، لكن لو ذبحها من باب التطوع أو من باب الاحتياط فلا بأس، لكنه غير واجب. هذا غير واجب إلا ما غلب على ظنه أو تيقن سبب وجوبه من ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة أو فعل محظور من محظورات الإحرام فيهما، حينئذ تجب الفدية. أو ما ينوب عنها عند العجز مثل صيام 10 أيام. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، يقول السائل، إذا كان في حج الفريضة نقص، هل تكمله الحجة التي تليها نفلا؟ النقص يختلف، إن كان نقصا من الأركان، إن كان نقصا من أركان الحج الأربعة التي هي الإحرام أو الوقوف بعرفة أو الطواف أو السعي، فهذا إن كان الوقوف بعرفة فاته الحج. وأما إن كان، وكذلك إذا كان الإحرام لم يحرم، يعني لم ينوي بقلبه الدخول للنصف، فهذا أيضا لا يصح حجه. أما إذا كان الركن هو الطواف أو السعي فهذا لا يفوت وقته، يفعله متى ما تمكن، لأن وقت الطواف والسعي في الحج يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ويستمر إلى ما لا نهاية، لكن لا يتم حجه إلا به، إلا بالطواف أو بالسعي. وأما إن كان النقص الذي في الحج نقص واجب من واجبات الحج كالمبيت، كترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من وقف نهارا، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار، فإنه إذا ترك المبيت، إذا ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ولم يرجع يجب عليه فدية جبران. كذلك إذا ترك المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى من غير عذر شرعي يبيح له ترك المبيت، فإن عليه الفدية، لأن يعني هذا نقص يجبر حجه به، وإذا سمي بالجبران. كذلك لو ترك رمي الجمار، أم ترك رمي الجمار حتى فات الوقت، فاتت أيام التشريق، فإنه يجبر ذلك بالفدية. أما إذا كان النقص ترك سنة مثل ترك التلبية، أو ترك ركعتي الطواف أو الدعاء في الطواف والسعي أو الدعاء في عرفة، هذا ترك سنة لا يترتب عليه شيء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على تساؤلاتكم. شكرا لكم.